من وانا صغير كان سني 9 سنين او 10 سنين كنت بحب كابتن هشام حنفي جدا، وانا بحسبه يعني انا بعتبره من واحد من الناس التقيل جدا اللي لعبوا في وسط الملعب. فكنت بلبس 8 تيمنا بيه، لان هو كان من بيلعب كتر بلبس ما انت 8. بتحبه. فكنت بلعب بقى في الشارع ودورات المدارس ودورات الرمضانيه. فواحد اتشرع عليا، يعني اخو واحد صاحبنا، قال لي، كان صاحبنا ده اسمه نبيل، قال لي هو رايح اختبارات نادي السكه، اروح معاه. هو كان اكبر مني نبيل ده بسنتين، فقلت له خلاص اروح معاه. فروحت، فنزلت الاختبارات انا شويه، يعني هما احنا طبعا في الاختبارات دي بيبقى فيه اطفال كتير وزحمه، فانت بتبقي في وسط الاطفال، مش شايف، مش باينه يعني. كله يغير ينزل الملعب، قسمونا مجموعات 11 و11 و11، 5 و5، وحارس هنا وحارس هنا، ابتدي اشتغل. فكل واحد فينا كان ليه رقم، نازل لابس رقم. فلما لبست رقم 8 ونزلت العب، فجات لي كام كوره فلمستها كويس ورقصت ترقيصتين. فناداني المدرب قال لي رقم 8 يجي. فرحت قلت انت جاي. كده انا خلاص دخلت، خلاص طبعا، ما هو اللي بيتنادى عليه ده يبقى هو خلاص. بيمضي استماره وبيجيب صورتين وبيجيب باباه وهو جاي، ده اللي انا اعرفه يعني. فروحت له، فاول ما شافني راح اعمل كده، اللي هو هقول له ازاي انا فاهم، بس مش فاهم ده صح، انا هقدر العب؟ هل ممكن مثلا، معلش يا حبيبي انت عشان عيل صغير فهنلعبك؟ انا كنت فاكر أو مش كده، اه مش عارف مش يعني. مدرك يعني، مش مدرك ان في حاجه طبيه وفي حاجه، في تيستس معينه لازم تتعمل وبتاع. فقلت له انا هلعب. قال لي لا للاسف، معلش انت لعيب كويس قوي وانا كان نفسي اخدك. فانا بلمت، يعني ايه كان نفسي اخدك ويعني ايه بتناديني؟ ويعني انت بتقول انا لاعب انت كويس لعيب يعني. كويس، لعيب كويس، مفيش مانع بقى ان انت تاخدني خلاص. ده بحكم تفكيري طبعا كطفل مش فاهم يعني ايه مش الفرق فاهم. يعني. فقال لي معلش انت ليكوا العاب معينه، ليكوا عايزين العاب اللي انت معينة، بتقول لي. الليبل ده صعب ما نرجع برضه لقصه ان انت تحكم عليا بدون ما تشوف بالظبط. امكانياتي، ما هي دي النقطه. فاكيد دي لسه برضو يعني، تبقى طبعا اكيد كل ما الموقف ده تفتكر ما الموقف تنساهوش، ده ما اكيد بنساه، لا لا ما بنساهوش. ويمكن اكيد. هو موقف من المواقف اللي خلت ان انا لازم اتعلق بالاتحاد ده، ولو هو في اخر انفاسي، عشان اللي طفل بعد كده طالع من ذو القدرات يقدر يلاقي مناخ، يقدر يلاقي كورة، يقدر يلاقي طريق يمشي فيه.